اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب. ضيوفنا سلمان القريني وسامي القرشي من جده. الجزء الاول غطينا فيه كل ما دار في الانتخابات، تداخل الامير فيصل بن تركي واشاد في عمر المهنا وتحدث عن حادثه وقعت. الاستاذ عمر المهنا ايضا تداخل ورد على بعض التساؤلات. اللي فات شيء من البرنامج موقع اليوتيوب موجود بالتاكيد مباشره حتجدون كل المقاطع. الان ندخل في مباراه اليوم، المباراه الوحيده التي اقيمت في الجوله السابعه من دوري زي مباراة الفتح ونجران. الفتح اليوم يواصل التألق ويثبت أنه فريق مختلف في هذا الموسم، ويبدو أنه سيغير معادلة كرة القدم السعودية. الفتح يقلب الطاولة عن نجران وينتصر بأربعة أهداف مقابل هدفين ويواصل الصدارة بدون خسارة. التغطية موجودة ويحطها جول! جول جهاد الحسين! جهاد الحسين يسجل! هذا خطر! هذا خطر! جهاد يحطها! الله! الله! الجنجوسي! الجنجوسي! مثل ما عمل العام الماضي! وخطأ لمصلحة نجران يلعبها! جول! جول ثاني لنجران! جول ثاني لعيان! عيان يسجل الهدف الثاني! يسجل الهدف الثاني! يا سلام على نجران! يا سلام على نجران! ضغط وسجل! ضغط على الفتح وسيطر على الفتح وسجل هدف ثاني لنجران الرائد. وكرة اللعب الالتون حطها جول! ظهر دوناس سلم وسجل التعادل! ظهر دوناس سلم وسجل التعادل! اذا دوناس سلم يسجل الهدف الثاني. يا سلام على دوناس سلم! جميلة جميلة جدا من دوناس سلم! دوناس سلم والفرحة موجودة للجماهير الفتحاوية. دوناس سلم اخيرا ظهر، اخيرا ظهر هذا المهاجم الخطير. ودوناس سلم، شوف التون جوزيه ودوناس سلم براسه براسه براسه، وكرة اللعب وبالراس جول! جول عبد الله العبد الله سجلها وجابها عبد الله العبد الله ولا التون جوزيه. يا الله! حلوة حلوة حلوة! الله عليك يا التون! الله عليك يا التون! مش ممكن مش ممكن! هذا اللاعب التون جوزيه وصاحب العبد الله، ويبدوني في بطاقة حمراء، في بطاقة حمراء على صاحب العبد الله. راح نشوف صاحب العبد الله. اوه المباراة أعصابها، يعني اشتدت المباراة حقيقة. و صاحب العبد الله بطاقة حمراء، بطاقة حمراء، إذا طرد على صاحب العبد الله. ترجع مرة ثانية التون يحاول يحصلها مرة ثانية إلى خارج، يحصلها مرة ثانية التون يلعبها جول جول جول! الله على الفتح! الله على الفتح! مين اللي سجل؟ مين اللي سجل؟ يا سلام يا سلام يا سلام! فهد السعود، فهد السعود، راح نشوف راح نشوف! الله على التون والله على فهد السعود! وحلوة من الفتح، أربع أهداف. ماذا يفعل الفتح في هذا الموسم؟ 19 نقطة بدون خسارة وبتعادل واحد فقط وست انتصارات. ردة الفعل بعد نهاية المباراة. مستوى مطمئن في المباراة القادمة. خسرنا مع فريق أحرج أندية كبيرة وفي أرضه بين جماهيره، فما انا اقول معلش، يعني ما صار شيء من نهايه الدوري، اول خساره لنا بعد سلسله انتصارات، وان شاء الله للفريق في مستوى يعني تحسن ان شاء الله. ليش فلتت منكم المباراه؟ تقدمتوا مرتين كابتن. والله يعني شويه صار في ضياع بارض الملعب،
هو اللي أثر أو تفكير شوي صار ضعف بآخر ربع ساعة، تلقينا هدفين ولكن ما نهاية العالم، إن شاء الله نعوض في المباراة الجاية. والله طبعا ألف مبروك للجمهور الفتحاوي، إحنا حقيقة كنا عاملين حسابنا إنه المباراة هذه ممكن تكون صعبة بالفعل، لأن يعني أعتقد ضغط المباريات الآن على فريقنا والضغط الإعلامي كذلك يعني قد يكون بدأ يترك آثار على اللاعبين، خصوصا الضغط البدني بأمانة، ولكن الحمد لله لعيبتنا والجهاز الفني يعني استطاعوا أنهم يعني يتعاملون مع الوضع بشكل أكثر من رائع، وفي النهاية يعني الفريق صحيح كان بداية مش كويسة في بداية المباراة، ولكن قدرنا يعني يرجع بقوة في نهاية المباراة، وأعتقد أن الشوط الثاني كان من أجمل الأشواط لعبها الفتح السنة. يعني في أندية تطالب بالإعلام، اليوم أنتم على رأس سلم الدوري تخشون من الإعلام، هني يجي دوركم أبو عمر أعتقد، يعني أنتم شلون تتعاملون مع اللاعبين، شلون يعني التعامل مع الإعلاميين سواء بالمقابلات سواء يعني الصحف أو حتى المواقع الإلكترونية؟ والله أكيد إحنا يمكن في موضوع التعامل مع يعني اللعيبة والتعامل مع الإعلام حاطين في اعتبارنا إنه يعني فريقنا يعني بأمانة جديد على هالنوع من الأضواء والضغط الإعلامي، ويجب إحنا نتعامل معها بكل عناية. الحمد لله إلى الآن يعني الموضوع ما أثر على النتائج، ولكن يبين الحقيقة ناخذ حذرنا ونعمل حسابنا أن كلمة تفوز كلمة تتقدم كلمة يزيد الضغط، وربنا يسهل إن شاء الله ونستمر. والله الكرت الأحمر يمكن بكل أمان يعني ما استحق الكرت الأحمر، يعني الكرة الأولى كرة في فوق في الجو طلعت مع اللاعب يقول أنا ضربته، والله العالم إني ما أتوقع إني ضربته، أعطاني كرت أصفر. الكرت الثاني يمكن أناقش الحكم نقاش عادي يعني زي ما يناقش الكابتن يناقشه، قلت له يعني كلمة بسيطة يعني قلت له إيش اللي تبغى مني، يعني أتوقع هل هذه يستاهل عليه كرت أحمر؟ الله العالم. يعني كان يناقشك الكابتن؟ هو مو اصلا مو معطيني المجال اصلا نتناقش فيها، يعني كل ما تحاول تناقش فيها تقول يا استاذ هذه خطا كذا كذا عطنا حقنا، يقول لك اذا بتتكلم وياه بطردك كرت احمر. هذه النتيجه بالتاكيد اصبح بها الفتح متصدرا. سامي القرشي، نتحدث عن الفتح اليوم، نجران كاد ان يفعل ما عجز عنه فرق المقدمة أصحاب الملايين، لكن الفتح يرفض المفاجأة اليوم، ولا أدري يعني ما أدري إن كان فوز نجران على الفتح أصبح مفاجأة بفضل المستويات التي يقدمها الفتح، إن شاء الله ما يزعل عليه نجران، ولكن نتحدث عن فريق متصدر. برأيك الفتح هنا لم تعد المسألة والله مسألة نشوة بداية كما قيل، وأنه ربما يفعل شيء في هذا الموسم مختلف؟ والله انا في البدايه الحقيقه كنت اشجعهم، الان بدا يخوفوني والظاهر اني ببطل. يمكن انا بختصر الموضوع هذا كله في عباره واحده، يمكن احنا سمعنا رئيس النادي وهو يتكلم على موضوع الاجهاد، صحيح انه هو الان في يعني تقريبا في الجوله السابعه والثامنه، موضوع الاجهاد بدري عليه، لكن انا اللي اخاف عليه من اخاف على الفتح يعني من الدكه، قد تخذله الدكه، لانه لا يمكن لاي فريق ان يستمر في الدوري بشكل متواصل حال حق نتائج ما لم يكن عنده اسماء يستطيع من خلالها عمليه التدوير، ويمكن الاخ سلمان يفهم هذا كلام اكثر مني. على الاقل انت تحتاج ل 17 الى 18 لاعب فت يعني زي بعض، لا يمكن انك انت تفرق اللاعب الاساسي من الاحتياط، وان كان في النهايه ظل الاساسي يتفوق بشكل او باخر. ولكن هذا ظهر سامي في البطوله العربيه، المدرب اشرك بعض اللاعبين البدلاء، يعني يبدو انه ايضا عنده بدلاء وانتصر فيها. صحيح، ولكن موضوع الدكه والبدلاء اعتقد انها ما حتبان الان، يمكن هذا ما حتظهر على الفرق الا تقريبا بعد الجوله الثانيه في الدوره الثانيه او الثالثه، هنا تبدا عمليه الاعياء وعمليه التدوير الاجباريه للي عنده بنش قوي يستطيع من خلاله ان يحدث عمليه التدوير. طيب، ولكن هذا لا يمنع اني انا اقول لكم من هذا المنبر الان، استعدوا من بدري، قد يفاجئكم الفتح السنة الجاية، ما حيكون عندنا وقت نلبي شروط الاتحاد الآسيوي في ملعب نادي الفتح، هل يجيزها أو ما يجيزها، قد يفعلها الفتح على الأقل ويصبح ممثل آسيوي، فاستعدوا بتجهيز الملعب من الآن حتى لا يكون هناك حجة للاتحاد الآسيوي على نادي الفتح. طيب أبو حمد، هل نتوقع بشكل عام أنه هذا الفتح هذا الفريق سيقدم شيء مختلف هذا الموسم وسيفاجئ الجميع، ولا نقول لسه بدري؟ طبعا نبارك للفتح الفوز اليوم،
واضح انهم يتعاملون مع الوضع بواقعيه سواء كاداره او جهاز فني او صحيح. كلاعبين، وهذا مهم بالنسبه للفريق. نتائجهم حتى الان تعتبر ممتازه. انا ارجو يعني حتى يعني لا نتعامل يعني مع الفريق بصوره يعني انا اتوقع يعني اللي يحدث امر عادي. يعني فريق له الان هذه رابعة او خامس سنه في الدوري الممتاز، لا زلنا في بدايه الموسم. نعم. الفرق يعني خاصه الفرق المتصدره عاده الفرق الكبيره مشغوله بالمشاركات الاسيويه. النفس يعني مسابقه الدوري تحتاج نفس طويل. يميز الفتح عن جميع الانديه. ليس يعني لو نجي على المستوى الفني اليوم للامانه، انا طبعا شفت يمكن الشوط الاول كله وجزء يعني يمكن ربع او ثلث ساعه من الشوط الثاني. نجران كان في يمكن لذلك انا اتوقع اذا جينا نقيس بالمستوى الفني ما في فرق، ولكن كبير. الفريق الكبير هو اللي يرجع بسرعه. يعني في عوامل هذه ميزه اكتسبها. لا 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 اتكلم عن انا في عوامل اخرى يعني متوفره للفتح الان. طيب. غير متوفره حتى الانديه المقدمه. جميل. اللي هي الاستقرار، وهذا شيء مهم. صح. الاستقرار الفني والاداري، اللاعبين يلعبون مع بعض من فتره، فيه امر مهم انهم يعني قريبين من بعض في المنطقه وملعبهم خاص فيهم، عندهم ملعب. كل الانديه الان تشتكي من الملاعب، كل الانديه. الفتح ما شاء الله انا شفنا ملعبهم يعني تمرنا فيه الموسم الفاضي ما شاء الله، يعني ملعب يعني، فلذلك عندهم العوامل الاخرى يعني عوامل مساعده لهم الان. طيب. ارجو انه يعني يستمر الفتح، لكن يعني لا يكون الطموح عالي بحيث ما يكون له اثر سلبي. صحيح. على الفريق. وهم كانوا واقعين. نعم. لذلك هذا اللي نشوفه من اداره النادي ومن مدرب حتى في تصريحاته الصحفيه. جميل. في المؤتمرات الصحفيه. عموما يقولون ان الشجاعه والقوه تصنع المنتصرين، ولكن الوفاق يصنع الذين لا يهزمون. يبدو ان هناك اجواء مختلفه للفتح تساعد على ان يعني يسير الفريق وكانهم على يعني فعلا قلب رجل واحد. هذه ميزة ربما حتى مع جماهير موجودة في الأندية، حتى مع جماهير عموما. سأذهب إلى موضوع